طيب خلينا نشوف بعض المشاهير ونبغاك تحدلين لنا لغة جسدهم وبتوحي بإيش. يعني عندنا مثلا هنا محمد رمضان واضح أنه واثق وما شاء الله شخصية يعني مش قوي. لا مش قوي. هذا كله مش قوي. مش قوي خالص، لأن محمد رمضان من الشخصيات اللي ما كانش كده أصلا، يعني هي دي مش طبيعته. هو أصلا كشخص كان شخص يعني أبسط من كده كتير، بسيط. صحيح كان بسيط جدا، لكن هو تقمص الشخصيات اللي بيمثلها، يعني زي مسلسل الأسطورة والمسلسلات بتاعته. هو تقمص الشخصية دي لأن الجمهور حب الشخصية دي. أيوة. فخلاص توحد مع الشخصية دي، ما قدرش أنه ينفصل عنها. بس فده بيحصل مع الشخصيات اللي أحياناً بيكون عندهم عدم ثقة بالنفس بشكل ما في بعض الأوقات بشكل ما. ده مما لا شك فيه يعني. طيب بالنسبة لي خلينا نشوف كمان شخصيات أخرى. عندنا هذه اللقطة لتيم حسن وزوجته الإعلامية وفاء الكيلاني. خلينا نتكلم على وفاء الكيلاني تحديدا، كيف تشوف لغة وفاء شخصية من النوع المعتزة من نفسها أو كرامتها بالنسبة لها رقم واحد، يعني هي بشكل كبير من النوع اللي دايما بتحب أنها تقود. لا، وهي شخصية واثقة من نفسها وقوية جدا. طبعا. يعني هي بتحب أنها حتى تقود في العلاقة، أن هي تكون هي المحرك في العلاقة بشكل كبير. طيب بعكس تيم بيحب أنه يكون سلس في العلاقة، أو بيكون سلس في العلاقة عموما، مش من الشخصيات اللي بتكون متزمتة. يعني هو همه راحته في العلاقة بس، مش أكتر من كده. بعكس مثلا وفاء اللي دايما بتحاول توصل رسائل بشكل ما، بس العلاقة بينهم فيها توتر. طبعا فيها توتر كبير بشكل كبير. يعني أنت بتقول العلاقة فيها توتر، ليش فيها توتر؟ في توتر لأنها بشكل ما بدأت في آخر في المهرجان ده تحديدا. من أول ما وقفوا إن هم يتصوروا بشكل ما، هو بيحاول إن هو يهديها، رغم إنها بشكل ما وضعية جسمها كأنها ثابتة أو متخشبة أو ما بتحاولش إنها تتفاعل مع الكاميرا. وحتى في الوقت اللي كانت المذيعة بتتكلم معاه أو بتحاول تجري معاه حوار صحفي، هي كانت بتشده. وده في حد ذاته كان لها وجهة نظر، يمكن كانت ما تبغى توقف إنها تسوي لقاء، وما تبغى أصلا هو يسوي لقاء، فيمكن عشان كده حصل هذا. ما فيش مشكلة، بس هي الفكرة كلها ما ينفعش إن ده يحصل قدام الناس، لأن ده يعني نجم برضو لازم يكون ظاهر بصورة معينة. طيب كمان نروح لنجوم آخرين وأثاروا دائما ما أثاروا الجدل. نتكلم عن شيرين وحسام، خصوصا في هذا المشهد اللي الكل علق على رد فعل شيرين وعلى ملامحها ووجهها. يعني بص هنا، ايش اللي حاصل؟ ايوه بص هنا شيرين وهي الشيخ عمال بيتكلم، بدات انها تتنهد، بدات انها تبص للسماء. هي اصلا تتنهد او تبص للسماء بشكل كبير، يعني بتبص للسقف بشكل كبير، بدات انها تنفصل عن العالم او تنفصل عن القعده دي بشكل كبير. شوفي مثلا حسام حبيب، القعده بتاعته فيها نوع من انواع الخضوع بشكل ما، فيها نوع من انواع الانغلاق برضو بشكل كبير. العلاقه بينهم بتفكرني بالعلاقه بين مثلا لما يكون في بنت بشكل ما لقتش الحب اللي هي محتاجاه له من اهلها بشكل كبير، فبتروح ترتبط بشخص مثلا ممكن يكون توكسيك بشكل ما. هو ده مفهومها عن الحب اللي خدته، هو ده مفهومها، فبتعيد انتاج النموذج ده في حياتها من جديد ببساطه. فده اللي بيحصل مثلا مع نموذج مثلا، يعني بيكون زي مثلا مغناطيس. هم بيكون مغناطيس لبعض أكتر. يعني يمكن هنا في صورة الحب، هي إعادة انتاج. بالضبط، إعادة انتاج للبيئة اللي احنا بنعيشها.